مساء الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجكم رايك بصوتك، يوميا من السادسه وحتى السابعه في ساعه بنتناقش في قضيه بنستنى فيها رايكم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه فيسبوك وتويتر، او لو حابين تكلمونا على ارقام تليفوناتنا اللي بتظهر خلال ساعه كامله. وزي ما انتم عارفين في الفقره الثالثه والاخيره بنفكركم بقى لنا حوالي اربع او خمس حلقات بيبقى الفقرة الأخيرة من حلقتنا مخصصة ليكم، لو حد عنده أي شكاوى في أي قضية حتى لو كانت غير متصلة بموضوع حلقتنا النهاردة بيتصل بينا بيقول لنا مشكلته، وإحنا بعد الحلقة بنتواصل مع المسؤولين في محاولة لإيجاد حل لمشكلته اللي بيواجهها في أي قطاع أيا كان. ولكن النهاردة نتكلم، يمكن امبارح كنا اتكلمنا إن إحنا النهاردة هنتناقش في زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا، ولكن زي ما أنتم عارفين بيبقى في أي طارئ بيحصل فممكن نجدد مع بعض موضوع الحلقة، وده اللي موجود بالفعل على صفحتنا على فيسبوك رأيك بصوتك. بنتكلم النهاردة عن حكم صدر من جانب المحكمة بينص محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية بينص على عدم يعني تعيين أبناء العاملين. بمعنى إيه؟ النهارده هنتكلم عن توريث او تعيين ابناء العاملين في اجهزه الدوله المختلفه، واللي ده ربما اصبح عرف او قانون في بعض الوزارات وبعض الهيئات في نسبه معينه لابناء العاملين، وبعضها بيمشي بشكل العرف ان ده ابن كذا فممكن يتم تعيينه وبيتم اعطائه الاولويه في التعيينات لابناء العاملين. هي كوتا ممكن نقول كده لابناء العاملين في مؤسسات الدوله المختلفه، بغض النظر بقى عن الكفاءه او التفوق للشخص المتقدم، وده ربما بيسبب في بعض الاوقات حرمان كثيرين من أبناء الطبقة البسيطة تحديدا من أن هم يحصلوا على وظائف في المؤسسة اللي بتلجأ أو اللي بتعين نسبة من أبناء العاملين. هو أمر في النهاية أكيد طبعا بيبقى ليه أضرار، سواء كانت نفسية أو أضرار أن المتميزين اللي معرفوش يدخلوا بسبب أبناء العاملين بيجي لهم بقى حالات اكتئاب، أو بيحس أن هم ما فيش أي لازمة لأن أنا أكون ملتزم أو أن أنا أكون متميز في مجالي طالما واحد غيري بياخدها. يعني يمكن نقول أنه هو شكل من أشكال المحسوبية في وجهة نظر الكثيرين. الأزمة الحقيقية هنا والأهم إنه ليه دايما ابن الدكتور بيبقى دكتور، أو ابن القاضي بيبقى قاضي، أو ابن المدرس بيبقى مدرس، أو ابن المذيع بيبقى مذيع، أو ابن الصحفي يبقى صحفي، ابن الضابط بيبقى ضابط، وابن السفير سفير، وهكذا وغيرها من المجالات أو المهن اللي بنلاقي إن وظيفة بتبقى مورثة. يمكن ده كمان على الرغم من إن الوظائف كلها بتبقى محتاجة معايير كفاءة، أو أهم حاجة فيها هي الكفاءة والمهارات الشخصية، الوظيفة أو الوظائف بحساسيتها يعني، فما ينفعش إن أنت تاخد واحد لمجرد إن هو ابن موظف في نفس الوظيفة، وفي الآخر إن هو بيؤدي إلى إن بيتم حرمان واحد من وظيفة بسبب إن هو مش ابن عامل. لازم نقول هنا طبعًا إن إحنا لو هنتكلم بما إننا بنتكلم عن التوريث، توريث الوظيفة، فمن أهم أسباب قيام ثورة 25 يناير وقتها كانت إن في محاولات دائمة لتوريث الرئاسة من حسني مبارك إلى نجل وجمال مبارك، وكل الرفض اللي حصل من جانب طبقات الشعب وأطيافها المختلفة لهذا القرار أو لهذه الخطوات المتبعة من أجل توريث الحكم. يمكن أبرز بقى دليل على اللي نتكلم فيه النهاردة، وده ما سبب موضوع حلقتنا النهاردة، هو القضاء الإداري. محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية النهاردة حكمت بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية المطعون فيه فيما تضمنه من رفض قبول قيد طالب وهو نجل أحد الفلاحين بالمدرسة الثانوية الفنية التابعة لشركة مياه الصرف الصحي والشرب البحيرة. هم بيتكلموا على أنه مش ابن حد من العاملين فلم يتم تعيينه أو لم يتم قيده، فهو رفع قضية فكسب القضية. إحنا مش هي دي مشكلتنا، يعني دي حالة، لكن اللي جه في حيثيات الحكم هو اللي إحنا لازم نقف عنده. النهاردة المحكمة حضرت على كبار المسؤولين المحاباة في مجال الالتحاق بالتعليم، واعتبرت أن توريث الأبناء في وظائف أبنائهم أو وظائف أبائهم وفقا للمفهوم الدستوري الحديث يعتبر جريمة جنائية للتمييز والحض على الكراهية وعدوان على العدالة الاجتماعية. هو ده موضوع حلقتنا النهاردة، بنتكلم بشكل عام على رأيكم فيما يخص أبناء العاملين. هل هي موجودة في حياتكم؟ واجهتوها؟ هل هي أساسا عادي أن هي تطبق ويستحقونها، أم أن أنتم رافضينها بشكل عام؟ هنتكلم مع بعض المسؤولين وهتكلم معاكم النهاردة فيما يخص توريث بحسب ما يصفها البعض الوظائف لأبناء العاملين، من خلال طبعا مكالماتكم أو من خلال تعليقاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك وتويتر، صفحتنا اسمها رأيك بصوتك. قبل ما نطلع للفاصل كالعادة نفكركم بأسئلتنا وهي كالتالي. معلش طبعا بنعتذر، مش هي دي الأسئلة. الأسئلة طبعا بعتذر طبعا على ان في أسئلة بتاعت حلقة بكرة ربما هي اللي ظهرت، ولكن أسئلتنا زي ما انتم عارفين هي عن توريث الأبناء لوظائف أبائهم. هل هو نوع من أنواع الظلم الاجتماعي وإخلال بمبدأ المساواة؟ هل يعد هذا الحكم بالنسبة لكم
ممكن يتم تطبيقه ويتم بعدها بناء بقى على هذا الحكم أن يتم إلغاء المبدأ أو أبناء العاملين وهذا البند في بعض الوظائف وبعض المؤسسات. وأخيرا، هل أنت تعرضت لموقف مشابه أن ما حصلتش على وظيفة بسبب ابن عامل هو اللي حصل عليها؟ هي دي أسئلتنا النهاردة اللي موجودة صحيحة على صفحتنا على فيسبوك. بعد الفاصل نتواصل، خليكم معنا. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في حلقتنا من رايك بصوتك. رجعنا لكم مره تانية، زي ما انتم عارفين الفقره الثالثه والاخيره بتكون فيها تعليقاتكم او حتى شكواكم، لو حابين تكلمونا بخصوص اي مشكله بتواجهوها خلال حياتكم وعايزين تعرضوها، واحنا هنحاول نوصلها للمسؤولين. قبل الفاصل كنا عرضنا اسئله بكره، يمكن الاوقات الحلوه بتعدي بسرعه دايما واحنا اوقاتنا معاكم بتعدي بسرعه، فعرضنا اسئله بكره قبل ما نكمل كلامنا عن النهارده. ولكن تعالوا بقى مع بعض نفكركم باسئله النهارده اللي احنا بنتكلم فيها النهارده عن توريث الوظائف العامة في الدولة والحكم اللي صدر النهاردة في حالة واحدة ولكن قد يتم تعميمه، أو رأيكم هل يتم تعميمه ولا لا. نتكلم عن توريث الأبناء لوظائف أبائهم، نوع من الظلم الاجتماعي وإخلال بمبدأ المساواة، نعم أم لا من وجهة نظرك؟ وهل يمكن لحكم المحكمة أن يحد من هذه الظاهرة وكيف يتم تفعيله؟ لأن زي ما احنا عارفين في بعض المؤسسات بيكون فيها لوائح داخلية. وهل تعرضت أنت لموقف مماثل حين تقدمت لوظيفة؟ يعني تعرضت أن أنت حصل مشكلة، أن أنت ما حصلتش على وظيفة معينة، أو تعرف حد حصل له كده بسبب أبناء العاملين هم اللي حصلوا عليها أو كان ليهم أولوية؟ ده موضوعنا النهاردة اللي بنتكلم فيه، وهنتكلم مع بعض الخبراء وبعض المسؤولين اللي ممكن يقولوا لنا رأيهم النهاردة. عموما إحنا قبل الفاصل كنا قلنا أن حكم القضاء الإداري اعتبر أن توريث الوظائف جريمة جنائية. المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، هو نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد شحاتة ووائل المغاوري، هما نائبي رئيس مجلس الدولة، قالوا إن المشرع الدستوري ألزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين من غير أي تمييز، والمواطنون لديهم مساواة، وأن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو العرق أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر. ده بحسب ما هو بيقول في الدستور. المحكمة قالت أيضا أن المشرع الدستوري جعل التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها من خلال القانون، وألزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز. الدستور أيضا عهد إلى القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، غلقا للباب أمام أي فساد أو استبداد، ورفعا للظلم عن الشعب الذي عانى طويلا. ده بحسب ما اتقال النهاردة في نص الحكم. طيب احنا خلينا نرحب هاتفيا بالدكتور إبراهيم مجدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس. هناخد الموضوع من الناحية النفسية والآثار اللي ممكن تحصل على المتقدم للوظيفة اللي ممكن ما يحصلش على وظيفة ربما بسبب هذا البند، لأن في حالات انتحار بتحصل. نرحب فيهم بدكتور إبراهيم، أهلا بيك. أهلا بيك أستاذ، نورنا يا دكتور. بنورك يا بيك. ممكن بس نرفع الصوت شوية بعد إذن حضرتك. بنورك يا فندم. أهلا بيك دكتور إبراهيم. يعني وجهة نظرك فيما يخص هذا البند، يعني نتكلم من الناحية النفسية، هل ممكن يصل الأمر إلى حد الاكتئاب كما ذكرت بعض التقارير بسبب البند ده تحديدا، أو هذه النقطة في لوائح داخلية بخصوص تعيين أبناء العاملين دونا عن غيرهم؟ هو والوصول لحد الاكتئاب لأبناء، في فرق ما بين أن أنا أعين أبناء العاملين وبعدين أوقف تعيين أي حد تاني، وفي فرق أن أبناء العاملين يكون لهم ميزة أو أكثر، يكون فرصهم أكثر حظا من الآخرين، لكن أوقف على أبناء العاملين بس دي طبعا دي عيب كبير جدا، عيب كبير جدا. وبعدين هي الإصابة مش اكتئاب، هو بيبدأ من مرحلة من الإحباط، لأن الإنسان راح قدم فاترفض فابتدى يوحده، فمش عارف يتفاعل مع الحدث، مش عارف يتفاعل مع الحدث ولا عارف حد يساعده، ومش لاقي حد يساعده، فتحصل عوامل تراكمية، يحس إنه إيه فقد الأمل. ف
هنا بقى توصل لمرحله الاكتئاب. عشان اخش في مرحله الاكتئاب اكيد نتيجه تتفاعل مع حدث لازم امر كذا مرحله. اول مرحله زي ما بقول لك مرحله ايه؟ الاحباط، او ان انا مش عارف اساعد نفسي ازاي، مش لاقي حد يساعدني خالص، وكل ما احاول اساعد نفسي ما لاقيش حد يساعدني خالص، حاسس ان السكه مقفوله قصادي، فاصاب بعد كده باليأس والاحباط والاكتئاب، اوصل لمرحله الاكتئاب. طيب دكتور ابراهيم، في كلمه بتقال ربما في اسباب الرفض ان هو مش من ابناء العابلين، تقال انه غير لائق اجتماعيا، يعني مدى تاثير الكلمه دي؟ يعني هل المصطلح هو سليم حتى لو كان ده السبب، يبقى المصطلح ده سليم ولا ليه تاثير ايضا نفسي على المتقدم؟ ليه تاثير اهانه، يعني ما يعني تاثيره زي الاهانه بالظبط، زي الاهانه بالظبط، يعني لانك بتهين واحد هو ما اختارش ظروفه، يعني هو ما اختارش ظروفه، ما فيش حد اختار ظروفه، ما فيش حد اختار هو يتولد مين ولا اهله مين، بس هو اختار ينجح واختار عايز يجتهد. فانت لما تيجي تقول له لا، انت مش كل الشغل اللي انت اشتغلته، كل المجهود اللي انت عملته على نفسك ده لا يساوي قيمه، علشان انت حد من اهلك عنده مشكله، او اهلك غير لاقين اجتماعيا للحكايه، في نوع زي يعني عدم طبقية. الدستوريه عدم الدستوريه، في نوع من العرقيه كمان. طيب يعني خليني بقى اخدها من الناحية التانية، يعني البعض بيقول ان ممكن فعلا بعض الوظائف تحتاج ان يكون في طبقة معينة، سواء من التعليم او طبقة معينة اجتماعية، مثلا انها تتعامل مع اشخاص، يعني مثلا بحسب بعض الاراء ان مثلا ضابط الشرطة لازم يكون متعلم درجة معينة اجتماعيا، درجة معينة، عشان لو هيتعامل مع اشخاص ما يبقاش في اي برضو بحسب ما بيقولوا عقد نفسية مثلا ممكن تأثر على طريقة تعامله مع المواطنين، وبالتالي تضر بالمجتمع، ما تجيش بفايدة، تيجي بضرر. يعني الرأي ده او الرؤية دي هل هي منطقية ولا ممكن يتم التغلب عليها ازاي؟ يعني هي منطقية، بس ممكن يبقى في استثناءات، لان يعني هو الشخص زي ما اقول لك ما اختارش ظروف، ممكن يكون عنده معايير تانية كويسة. ايه يعني دي بتبقى ضمن من تبقى عارف ايه المعايير، عندك مثلا 10 معايير، لو لقيته التسعة مستوفيين عنده بس النقطة دي ناقصة ممكن ايه اتغاضى عنها، لكن ما لكن بيبقى في حاجات تانية، يعني هم وهم في الاختبارات ما بيبقوا شافوا ان في عوامل تانية برضو عوامل تانية ممكن تأثر، فبتيجي ناحية اللائق اجتماعيا دي. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور ابراهيم مجدي، استاذ الطب النفسي في جامعة عين شمس، نورتنا من خلال رأيك بصوتك. خلينا ناخدها من الناحية القانونية والناحية القضائية. يمكن في وزارة العدل من سنة تقريبا، كان شهر مارس تحديدا 2014، كان في برضه حكم قضائي صدر بإلغاء تعيين أبناء العاملين، أو يعني إن هو ما يبقاش في أي تفرقة، وحتى وقتها الخبراء والقانونيون قالوا إن هذا انتصار لمبدأ تكافؤ الفرص، إن مش هيبقى فيه أبناء عاملين بيتعينوا أو ليهم أولوية عن غيرهم، فكان وقتها قالوا إن هو انتصار. فعايزين نعرف رأي القانوني فيما يخص حكم النهاردة، ومدى قدرة الدولة على تعميمه، أو لابد من تعميمه أم لا، من خلال الدكتور إيهاب رمزي أستاذ القانون الجنائي. دكتور إيهاب أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم، منورنا ربنا يخليك، احنا ما نستاهلش. أهلا بيك دكتور إيهاب. يعني فكرة تعيين أو إعطاء الأولوية لأبناء العاملين في بعض الوظائف، سواء دي من خلال لائحة داخلية أو من خلال عرف اجتماعي أو عرف داخل هذه المؤسسة، وجهة نظرك مبدئيا قبل ما ندخل من الناحية القانونية في إيه؟ هو ده للأسف كان عرف وظيفي، وكان في أعراف وظيفية كانت بتعتاد عليها بعض المهن وبعض الكوادر، وكانوا بيحاولوا انه بيعتبروا ان ده مكافأة يعني لبعض العاملين، ان هو يلجأ الى تعيين احد ابنائه او احد اقاربه، وده كنا بنشوفها في وزارة العدل، بنشوفها في الكهرباء، بنشوفها في المحليات، وكثير برضه في تعيينات، طبعا عارف النيابة باشكالها، يعني سواء موظفين او بعض تعيينات النيابة لاولاد المستشفيين او كده. وحتى ايضا في الخط المحامين كان هناك استثناء لابناء المحامين، انهم استثناء من التجنيد، انه ممكن يقيد نفسه قبل التجنيد. نعم. فكان في اشكال التمييز كبيره جدا موجوده، وده كانت اعراف اداريه، وليس لا تستند الى قانون ولا لوائح.
ولا شك ان هذا الامر طبعا مشكله كبيره جدا ومشكل جريمه ومخالفه صريحه وصارخه للدستور. اي دستور؟ الدستور الحالي تحديدا ولا حتى الدساتير السابقه؟ حتى الدساتير السابقه هناك مبادئ صريحه جدا في الدستور وهو المساواه والمواطنه وكل دي المبادئ دي بيحملها كل الدساتير اللي في العالم. نعم. ليس الدستور المصري بس يعني ولا دستور 70 ولا دستور حتى دستور 2012 لا كله يحمل مبدا المساواه ولا يمكن التفرقه او التمييز بين احد ويعني سواء للجنس او اللون او يعني بصفه عامه هذا الامر كله المبدا ده مبدا صريح في الدستور وبالتالي لا. اي قانون هيخالف هذا المبدا اعتقد انه طبعا لا شك هيحكم بعدم دستوريته. طيب والحمد لله احنا ما عندناش قانون لكن عندنا عرف في الموضوع لكن بقى النواحي القانونيه في الموضوع ده بقى اللي هي يعني لابد نتناولها وهو ان هناك جريمه حصلت في السنوات السابقه وهو جريمه ضد التمييز. يعني هناك اصبحت هناك جريمه ولكن هذه الجريمه غير مفعله او لم يتم العمل بها وهو انه انه جنحت كل من قام بالتمييز لايا كان سبب التمييز. لم يتم تطبيقها بمعنى ان احنا ما حصلناش حالات حد تعرض لعقوبه بسبب ان هو ميز بين موظف هو دي بقى يعني احنا عندنا فعلا في القانون عقوبه جنائيه بتقضي بالحبس لكل من قام باي عمل من اعمال التمييز بين المواطنين. سواء بقى كان التمييز ده يرجع للون للجنس للدين لايا كانت الامور. ودي بيتم اثباتها بمعنى ان مثلا انا ما تعينتش عشان قالوا لي لا ابن العامل هو اللي اشتغل او ما تعينتش بسبب ان انا ديانتي كذا واخر ديانته كذا؟ لا بالظبط هذا الامر اي شكل ايا كان شكل التمييز يعني دلوقتي النهارده بنلاقي مثلا ايه مسابقه بيتم فتحها لابناء العاملين. نعم. مسابقه تعيين لابناء العاملين هذه جريمه معاقب عليها قانونا في قانون العقوبات ان ده بيعتبر ده نوع من انواع التمييز. زمان كنا بنشوف ان هم احوال استثنائيه او دفعات استثنائيه في النيابه العامه مثلا لابناء المستشارين. فهذا ايضا ضد ما ده عمل من اعمال التمييز معاقب عليه في القانون. وهذه الجريمه تم استحداثها في من منذ عامين وتم صدور هذه الجريمه بقرار من المجلس العسكري. ان يعني جريمه التمييز داخل المؤسسات الحكوميه او لا داخل العمل بشكل عام بصفه اي عمل من اعمال التمييز دي من سنتين تحديدا بدا ظهر هذا القانون بالظبط وتم اقراره ودي ما كانتش موجوده في القانون المصري ودي بس للاسف لغايه دلوقتي غير مفعله وما بيتمش استخدامها. يعني عقوبتها ايه يا فندم التمييز ده؟ التمييز ده الحد الادنى 3 شهور يعني كان فيها العقوبه كان الحد الادنى فيها 3 شهور وما بتزيدش عن 6 شهور تقريبا حبس 3 شهور ما بين 3 ل6 شهور. فهذه الجريمه دي كبيره حضرتك دي وده لانه ده بقى معناه ايه؟ انه ده بيفعل مبدا المساواه اللي وارد في الدستور وبيترجم مبادئ المساواه والعداله الاجتماعيه اللي هي وارده في الدستور لان الحاجات دي ما كانتش موجوده لانه انت عارف الدستور مبادئ لابد من صدور قوانين لاحقه للدستور لتترجم المبادئ التي تضمنها او احتواها الدستور. طيب يعني ابناء العاملين بقى دلوقتي ممكن يحسوا من ناحيه ثانيه بظلم ان انت معنى كده ان انا حتى لو جيت اقدم وانا صاحب كفاءه ومؤهل ان انا اشغل هذا المنصب هيتقال لك لا ما هو من ابناء العاملين فانا هخاف ان يتقال ان انا اللي دخلته فيبقى هو كده اتظلم ان هو هيبقى بعيد عن اي وظيفه والده بيشتغل فيها حتى ولو كان صاحب كفاءه. فهل ده ممكن يتم ايضا انه يتم التحكم فيه من الناحيه القانونيه؟ لا لا هو الموضوع مش هيمشي كده ابدا يعني مش مجرد ان ابن العامل يعني تعين او التحق بالوظيفه يبقى معناه ان هو حصل مجامله او لا ما بيحصلش كده لان المساله بنشوف الشروط والناس المقدمين معاه اللي هم الناس المقدمين معاه اكفأ منه ومش اكفأ منه. نعم. يعني دلوقتي مثلا الراجل اللي حاصل على ماجستير والتاني معاه دبلوم. نعم. حضرتك مثلا تيجي تاخد ابن معاه دبلوم علشان هو ابن العامل فده تمييز. واخد بالك حضرتك؟ تمييز من الناحيه الثانيه بالظبط. طبعا فانت دلوقتي فابن العامل لا يعني المساله مش كده ده بالعكس. ده ابن العامل لو تعرض الى تعسف هيقدر يرفع دعوه اداريه ويقول لك انا احق. نعم. هو انا احق من فلان الفلاني اللي هو تم اختياره وده بنلاقيها اكثر في الجامعات.
بنشوف الجامعات بقى ابناء اساتذه الجامعات لما بيجي بيتم تعيين ابنائهم كمعيدين. في الاولويه بتبقى ليهم ممكن. بتبقى الاولويه بتبقى ليهم، وخاصه بقى في اشكال كتير قوي في الجامعات في الموضوع زي ده بيحصل كده. وقتها من حق الطالب اللي هو تضرر من هذه المعامله انه يقدم ده تمييز، يقدم بلاغ. بيقول لك على طول ده تمييز. بيجي يقول لك ان انا كده تعرضت الى تمييز وده مخالف للقانون، وبيتم تفعيل كل الامور دي كلها وفقا لقانون العقوبات وفقا للقانون الاداري، لانه هذا القرار لو في قرار اداري بتعيين شخص ده القرار ده مخالف للدستور فبيتم الطعن عليه وبيتم الغائه. لو لائحه نزلت برضه لابناء العاملين مثلا وميزت ابناء العاملين، هتلاقي لائحه في اي مؤسسه حكوميه هتلاقي اللائحه دي غير دستوريه ويتم الطعن عليها. يبقى ده تمييز ويتم الطعن عليها. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور ايهاب رمزي استاذ القانون اللي نورتنا من خلال رايك بصوتك الناحيه الحقوقيه، اكيد ناحيه حقوق الانسان ممكن يكون ليهم راي. وفعلا معنا على التليفون الاستاذ محمد زارع رئيس المنظمه العربيه للاصلاح الجنائي والناشط الحقوقي. استاذ زارع اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. يعني فيما يخص بند في بعض اللوائح الداخليه في بعض المؤسسات اللي بتقول ان يبقى في نسبه لابناء العاملين، هل ده ضد حقوق الانسان وهو فعلا تمييز ولابد من الغاء هذا البند او هذه الفكره بشكل عام من اي مؤسسه؟ يعني مؤكد الفكره دي يعني بالشكل ده بتكون بتخالف حتى نص دستوري اللي هي المساواه بين المواطنين. يعني ابناء العاملين مفترض انهم زيهم زي كل مواطن. لو يعني كان في فرصه الوظيفه ولا فرصه انه يعني يكون في مكان معين موقع معين، الفرق ما بين شخص واخر هي الكفاءه ومدى تقديره العلمي وانطباق المواصفات عليه. فالامر ده المفروض يعني النص بهذا الشكل هو يعني نص دستوري لا يجوز مخالفته. ولذلك من المهم انه يعني الموضوع مش مساله نص فقط، لانه المساواه في الدستور موجوده طول الوقت. وما اعتقدش ان في اي دستور مصري كان في يوم من الايام يميز بين مواطن واخر. لكن احنا عندنا نماذج على طول تاريخنا، ناس كثيره يأست من حياتها وابرزهم يعني الله يرحمه عبد الحميد شتا اللي هو غير لائق اجتماعيا. النماذج دي للاسف موجوده، فازاي ان احنا نقضي عليها؟ الفكره بتاعت ان الشباب اللي مش لاقي فرصه عمل وبينتحر نتيجه المساله دي. فالموضوع في وجهه نظري يعني مع احترام الحكم المحكمه وهو يعني شيء جيد ورائع، ومع احترام الدستور المصري وهو شيء مقدس وشيء كلنا بنتمنى تطبيقه، لكن الاهم هو التطبيق على الارض. يعني بمعنى ان النصوص دي تفعل بشكل حقيقي، لانه في النهايه في مسابقه هتتم كل الناس هتقدم فيها، اللجنه اللي بتختارها تختار مين وعلى اي معايير، وخاصه ان احيانا بيكون في مبادرات شخصيه والى اخره. مظبوط. فيعني خلينا ننتظر بدون ما نحتفل كثيرا بالحدث، وهو مهم ان يكون في حكم او في يعني مجلس الدوله بيقول شيء بهذا الامر، لانه بياكد للدستور، لكن في نفس الوقت هو بياكد ما هو موجود بالفعل يطبق الامور دي على ارض الواقع يعني. تمام. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد زارع رئيس المنظمه العربيه للاصلاح الجنائي والناشط الحقوقي، نورتنا من خلال رايك بصوتك. يمكن بحسب ما قالنا دكتور ايهاب رمزي ان من سنتين تحديدا في قانون صدر من جانب المجلس العسكري، وقتها كان بيقول انه التمييز هي جنحه، يعني في حبس 3 شهور ما بين 3 ل6 شهور في حاله ثبوت اي تمييز حصل، سواء في تعيين على اساس الدين او على اساس الجنس او على اساس اللون او اي مكان صوره التمييز اللي بتحدث داخل اي مؤسسه. ولكن تطبيقها على ارض الواقع هو انتصار زي ما بيقول الاستاذ محمد زارع فيما يخص ان ده حكم صدر النهارده، ولكن هل يتم تطبيقه على ارض الواقع؟ لان هي بتحصل من تحت لتحت برضه، ممكن يكون موضوع غير معلن، ممكن يكون واحد لا ان هو ما اتقبلش فما اعلنش، ولكن بشكل عام ازاي يتم التطبيق ويتم تعميمه على كل المؤسسات وما يبقاش في حتى لائحه داخليه بتدي الفرصه لحد دونا عن الاخر، سواء بقى كان ابناء عاملين او اي مكانه صوره التمييز. نطلع لفاصل، بعد الفاصل هنتواصل معاكم، خليكم معانا في رايك بصوتك الفقره الثالثه.